النهارده هنحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاد الفنان العبقري راهب الفن زي ما اطلقوا عليه زكي رستم. حقيقة كان شخصيه عبقريه، كان يعني عنده قدره عاليه جدا من التقمص. ممكن تشوفه رئيس وزراء في نهر الحب، ممكن تشوفه مقاول انفار في فيلم اخر، ممكن متنوع كمان في ادوار جمانة، وقادر بالفعل ان هو يقنعنا بالادوار. حتى اللمسه الكوميديه اللي كانت عنده كانت لطيفه جدا. واحد من اهم نجوم السينما المصريه بدا مسيرته الفنيه مع فرقه جورج ابيض على المسرح، وشارك في اول فيلم مصري وهو فيلم زينب سنه 1930. بعدها انطلق في عدد كبير من الاعمال ووصل رصيده الفني ل 240 فيلم. حقيقه انه كمان الفنان الكبير زكي رستم اعتبره النقاد الفنيين العرب المصريين حتى العالميين انه واحد من اكثر الفنانين موهبه في العالم، واحد من اهم النجوم المصريين ومن اهم الفنانين المصريين. خلينا نتابع هذا التقرير عن زكي رستم ونرجع نكمل مع حضراتكم. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان زكي رستم الذي ولد عام 1903 في قصر جده اللواء محمود رستم باشا بحي الحلمية الذي كانت تقطنه الطبقة الأرستقراطية في أوائل القرن الماضي. بيقولوا مهلة إنسانية، لكن أنا شايف الإنسانية من جانب واحد بس. وإيه اللي زنقنا على كده؟ ما ننزل نشم ريحة العز في شارع فؤاد ولا سليمان باشا؟ أنت عارف العيادة في سليمان باشا أجرها كام؟ عارف، لكن زباين هناك غير زباين هنا. بدأ الفنان زكي رستم مسيرته في المسرح مع فرقة جورج أبيض التي ضمت أغلب الفنانين، وذلك في عام 1924، وبدأ مع السينما الصامتة وظهر في فيلم زينب عام 1930، وبعد نجاحه في الفيلم قدم مجموعة من الأدوار الصغيرة في أفلام الضحايا، الوردة البيضاء، العزيمة، وليلى بنت الصحراء. يا بوليس، يا عساكر، يا بحظة، راحت فين؟ راحت ازاي؟ طب اهدى بس، اهدى اهدى. انت اللي لطشت المحفظه. بلغ رصيده الفني من الافلام 240 فيلما، وبرع زكي رستم في تقديم ادوار الشر، وساعدته ملامحه الحاده على اتقان هذه النوعيه من الادوار، كما قدم ايضا ادوار الموظف المطحون وابن البلد ورجل القانون، لهذا اطلق عليه النقاد لقب الفنان صاحب الالف وجه. حرما جمعا ان شاء الله. امال صفحتك فين يا معلم؟ والله يا ابني نسيتها في البيت. ليه؟ لا ولا حاجه، اصلي لمتها لك. نويت اصلي ركعتين لله. الله اكبر. لا لا لا، ده انا عاملها قبل منك. يعد زكي رستم من أهم نجوم السينما المصرية بشهادة النقاد العالميين، فقد اخترته مجلة باري ماتش الفرنسية كواحد من أفضل 10 ممثلين في العالم، كما وصفته مجلة لايف الأمريكية بأنه من أعظم ممثلي الشرق. وفي عام 1962 حصل على وسام الفنون والعلوم والآداب من الرئيس جمال عبد الناصر. تعرف انا هعمل لك ايه دلوقتي؟ هوضب لك حته عشوه تستاهل بقك الحلو ده. ايه رايك؟ يا حلاوتك يا جدي، انا بحبك قد عينيا قد روحي. وانا بحبك قد حياتي. تم اختيار 8 أفلام من أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي العزيمة، السوق السوداء، النائب العام، صراع في الوادي، أين عمري، الفتوة، امرأة في الطريق، والحرام. منصور، اقعد عوض وكلام عدل. إن كان عندك كلمة طيبة قولها، إنما تحصر نفسك في مشبيه. لا، أنا حر يا سيدي في بيت وبيان. أظن جايب لي صابر يفك مخنقة. يا أخي وأنا، ده أنا مدي إيدي وأقول لله يا سيادي، وإنيش أتكل على صابر. أوعى تخطي عتبة الباب. أنا حالف يمين ما تخش بيتي طول ما أنا على وش الدنيا. عانى زكي رستم في أوائل الستينيات من ضعف السمع، ففي آخر أفلامه إجازة صيف كان قد فقد حاسة السمع تماماً، فكان ينسى جملاً في الحوار ويرفع صوته بطريقة مسرحية، وعندما كان المخرج يوجهه ويعطيه ملاحظاته كان لا يسمعها، مما أحزنه كثيراً، حتى إنه في أحد المرات بكى في الاستوديو من هذا الموقف. وبعد انتهائه من تصوير الفيلم
هجر زكي رستم السينما والأضواء تماماً وعاش وحيداً بمفرده في شقة بعمارة يعقوبيان، ولم يكن يؤنس وحدته سوى خادم عجوز قضى في خدمته أكثر من 30 عاماً. ما في صغيرة ولا كبيرة استجدت على الطب إلا واطلعت عليها وفحصتها وجربتها، والنتيجة زي ما انت شايفة، وبيقولوا لكل مجتهد النصيب. أصيب الفنان زكي رستم بأزمة قلبية حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وفي ساعة متأخرة من ليلة 15 فبراير عام 1972 صعدت روحه إلى السماء عن عمر ناهز 68 عاماً. واحنا لما بنتكلم عنه ليه بنقول ان هو كان عبقري وظاهره فريده من نوعها؟ لانه دايما بنقول ايه، انه الموهبه دايما بتحتاج الى انك تثقل هذه الموهبه بالدراسه. الراجل ده ما درسش، يعني ما درسش فن اطلاقا، لكن كانت موهبه فطريه. واعتقد انه ما فيش مشهد واحد من المشاهد اللي اداها نقدر نقول ان هو كان يمكن لو كان دارس كان عملها افضل من كده. لا بالعكس، ده اداها على اكمل وجه. هي كانت بس كان عنده بعض الحاجات كده الخاصة بيه كشخصية، يعني ان هو كان بيحب يعيش في عزلة يا جمان، يعني كان صداقاته كانت قليلة جدا. صداقاته قليلة جدا، وفي نفس الوقت كان دايما قافل على نفسه، عشان كده كانت دايما تطلع عليه شائعات بقى دايما ان هو ايه اعتزل ما اعتزلش الكلام ده. هو في مرة من المرات طلع وقال لا اعتزلت ايه، انا لسه بصحتي، انا لسه زكي رستم زي ما انا. صحيح، لا يعني زكي رستم الحقيقة زي ما كنا بنتابع في التقرير انه بالفعل تم اختياره كواحد من اكثر الفنانين موهبة في العالم، ومعروف عنه زي ما كنا بنسمع مع حضراتكم صاحب الألف وجه، وأيضا هو رائد مدرسة الاندماج لدرجة أنه الفنانات اللي كانوا بيشتغلوا معاه في أي فيلم كانوا بيخافوا منه جدا لما يكون في أدوار شر، فكانوا بيخافوا قوي خاصة لو في مشاهد ضرب أو في مشاهد صعبة شوية، فكانوا هما بيخافوا منه. ماجدة مثلا على سبيل المثال كانت تكلمك، فنانة ماجدة طبعا في فيلم أين عمري كانت بتخاف منه لأنه كان بيندمج وبيدخل في الدور بشكل كبير جدا، لدرجة أن هما كانوا بيحسوا أنه مش ممثل معاهم في اللوكيشن أو في البلاتو، لا هو الشخصية موجودة فعلا معاهم موجودة، فكانوا بيقلقوا منه جدا. وقصص كتير جدا الحقيقة عن الفنان زكي رستم، من أهم الفنانين المصريين اللي عايشين معانا وعملهم عايشة معانا لحد النهاردة، وحتى يمكن الإفيهات حتى اللي في الأدوار الشر يا شاذلي موجودة. صحيح. أدواره بمعظم الوقت كان بيطلع كمان دور أب طيب، أدوار الشر كل الأدوار دي صحيح كلها عايشة معانا لحد النهاردة. شوف كام سنة عدت يعني. صحيح، وعشان كده بنقول عليه إن هو عبقري فعلا.